نجد اولا ان الواقع اليوم ولا نتحدث بارقام مده 20 سنه، هذه اعطيني الواقع اليوم. الواقع اليوم هو بطاله مستقله وهناك حياه يوميه صعبه للمواطن العادي والطبقه الوسطى، فما بالك بالطبقات الشعبيه. ولن ادخل في التفاصيل في مظاهر صعوبه الحياه الماديه اليوميه. اضافه الى ذلك هناك وهي معضلة وهي آفة تنهب تفتك بالمجتمع التونسي، الفساد والرشوة. Yeah.
باسم اليعقوبي، زين الصافي، نبيل بركاتي، صالح الزبيدي، محمد خوجة، فاضل ساسي، فاطمة البحري، فوزي بن مراد، صفية فرحات، الطاهر الهمامي، رجاء بن عمار، نجيب الحبروني، عز الدين قنون، محمد بن جنات، رشيد بلالونة، الهاشم الطرودي، شيخ القشرة، حمد بن عثمان، عم خميس زليلة، نور الدين بن خضر، المنصف الثلاثي، عمار القدني، مختار الغماني، منور سمادة، شبيب الحبيبي، عبد الرزاق الهمامي، جورج عدة، محمد حواشي، مي الجريبي، سلمي لعليهم، حكمة تلاقيهم، نظمك هم بيهم.